أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات الأعزاء، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في حلقة سابقة على أن من معجزات القرآن الكريم تحديد أوقات الصلاة، وقلنا أن علامة الصلاة الأولى وهي صلاة المغرب غياب قرص الشمس تحت الأفق، وعلامة الصلاة الثانية وهي صلاة العشاء غياب الشفق الأحمر، والعلامة الصلاة الثالثة وهي صلاة الفجر هي ظهور النور الأبيض وتمايزه عن سواد الليل. الظهر وقته هو وقت الزوال، وقت تعامد أشعة الشمس على المكان من الأرض، فيكاد الظل أن يختفي، وعلامة العصر أن يصل ظل الشيء إلى ضعفه أو ضعفيه. ولذلك نقول أن الصلاة في الإسلام لها أوقات محددة، وكل وقت من هذه الأوقات له حكمته البالغة، ليست كصلاة غيرنا التي تؤدى في أي وقت وبأي صورة وبأي هيئة، يعني دون أي ضوابط من رب العالمين كما هو الحال عندنا. فالصلاة عندنا يعني موقوتة، وقتها لنا ربنا تبارك وتعالى، ونزل جبريل عليه السلام بعد يعني معجزة الإسراء والمعراج التي فرضت فيها الصلاة، والصلاة هي العبادة الوحيدة التي فرضت من رب العالمين مباشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما بقية العبادات جاء بها جبريل عليه السلام إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول أن الصلاة كانت عنوانا كتابا موقوتا، يعني كتاب محدد حدد أوقاته ربنا تبارك وتعالى، وكل وقت من هذه الأوقات له حكمته البالغة سواء أدركناها أو لم ندركها بالكامل. وإلى لقاء قادم إن شاء الله نزيدكم من هذه القضايا تفصيلا، وإلى أن نلتقي أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.